أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، كل خير ويا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم العين عليك، واليوم العين على صناعة الفيلم. بدنا نلاحظ الأونة الأخيرة كثير من الكبار والشباب والأطفال يهتموا بفكرة إنه أنا كيف أصنع لي فيلم، كيف يكون له يعني فيلم خاص فيه، وخاصة إنه ما شاء الله عليهم بدأوا يشتغلوا بفكرة اليوتيوب، فبدأوا يعني يكون عندهم مشاهدات جدا كبيرة. اليوم رح نتكلم عن صناعة الفيلم لكن بطريقة مختلفة، طريقة فنية، طريقة تكون طاقم كامل اللي هو المصور والإضاءة والفكرة والمخرج. رح نتكلم عن هالموضوع أكثر وكيف فعلا هذول المخرجين والطاقم كامل قاعد مثلا يواجه كثير من المتاعب. لما نشوف إيش المتاعب اللي تواجههم، كيف فعلا أنا أقدر أصنع فيلم لكن فيلم احترافي بطريقة احترافية أكثر مع المخرج، وما شاء الله يعني له أكثر من أعمال في الإعلانات والأفلام. رح نتعرف عليه إحنا وياكم، المخرج عماد النجار. يسعد لي مساك أستاذ عماد. أهلا بك. طبعا أستاذ عماد، زي ما قلنا في البداية، انتشرت بشكل جدا كبير صناعة الفيلم، لكن اليوم رح نتكلم عن صناعة الفيلم لكن بطريقة احترافية وبطريقة جدا تكون يعني مختلفة. طبعا انت ما شاء الله تخصصك الإخراج. يعني ما أدري أنا شو رايك انه نبداها بفكرة انه المخرج، يعني انا عشان اكون عندي فيلم ناجح خلينا نقول انه لازم يكون عندي مخرج ناجح؟ أكيد طبعا، المخرج هو القائد الأول للعمل الفني بشكل عام. المخرج هو اللي بحول القصة إلى صورة عشان يشوفها المشاهد، فأكيد طبعا المخرج هو إحنا بنسميه هو الأب الأول للعمل. ممتاز، يعني هذا المخرج دائما المخرجين يشوفهم معصبين وأفكار والأشياء هذه. هل هم مثلا يجيبون لك فكرة الفيلم أو فكرة البرنامج أو فكرة الإعلان أو فكرة أي حاجة يقدمون لك إياها وأنت تبدأ تدرس عليها أنه كيف تكون؟ طبعا اختيار المخرج للعمل ده شيء لازم يكون دقيق جدا، لأن كل مخرج بيبقى عنده رؤية معينة وفكر معين عايز يوصل الفكر ده للناس وتشوفه في أعمال، فطبعا اختياره للفكرة ده بيكون شيء صعب، لازم يكون دقيق جدا. طب لو نجي نبغى نتكلم عن أهم سمات المخرج أو أهم الأشياء المفروض فعلا المخرج يكون عارفها، من وجهة نظري الخاصة والمتواضعة جدا، أهم سمات المخرج الناجح الخيال الإبداعي وتوصيل القصة أو الفيلم في صورة فيها فن وإبداع، اختياره الدقيق للسيناريو أو القصة، اختياره الدقيق للممثلين وده شيء مهم جدا، أسلوبه في تعامله مع الممثلين لأن طبعا ده شيء حساس جدا ومحتاج حرفة من المخرج عشان يقدر إن هو طبعا عنده كمب كبير من الممثلين وطاقم فني، فلازم يبقى عنده حرفة في التعامل مع كل الأمور دي. ممتاز، يعني هذه بعض من الأشياء البسيطة من المخرج. أهم شيء يكون هو روحه طويلة، أنه أشوف دائما المخرجين معصبين ودائما منرفزين، يعني للدرجة هذه يكون عليهم هيدك جدا كبير جدا جدا، لأن المخرج هو المسؤول الأول عن العمل. يعني هو اللي بيتحمل المسؤولية كاملة، ويمكن أي غلط ما يجي يتكلموا، إذا مثلا يجي يتكلم عن الإضاءة أو جينا بعض الأخطاء الفنية البسيطة الكل، يعني حتى لو الكاتب كان غلطان ما فيش حد بيحاسب غير المخرج. المخرج أي غلطة في الإضاءة، في الصوت، في الإديتنج، حتى في الكتابة بعض الأحيان، حتى في الكتابة، لأن هو الكاتب خلاص كتب العمل وأسند العمل إلى المخرج، خلاص الضوء الأخضر مع المخرج، هو المتحكم الأول والأخير في طاقم العمل كامل، من ممثلين إلى طاقم فني إلى إضاءة إلى كل شيء. دائما يقولون المخرج عاوز، دائما المخرج هو كذا يبغى شيء، فعشان كده دائما يحط اللوم في أي غلط. المخرج عاوز كده جاية من إيه؟ جاية من إن هو عنده رؤية. عنده ممكن، يعني أنا ممكن أبقى قاعد مع الكاتب أحذف حاجات من السيناريو وأضيف حاجات للسيناريو، أنا شايف إن أنا عايز أخرج الفيلم ده برؤية خاصة بي أنا. فبالتالي لازم يبقى فيه هو طبعا المخرج هو اللي بيكون مسؤول عن كل العمل بشكل عام. يعني مثلا خلينا نقول أنت مثلا المخرج يقعد مع الكاتب ويقول له أشياء معينة أحذفها. بيحصل. طب بعض الكتاب يتضايق ويقول لك أنت قاعد تحرف في هنا بقى الكتابة. لازم يبقى فيه حاجة اسمها كيمستري بين الكاتب والمخرج، توافق.
أنجح الأعمال بيكون في توافق مع المخرج والكاتب. بيبقى العمل ناجح جدا. فأنا شايف إن ده بيعمل روح بتصب في صالح العمل. ممتاز، يعني هذا شيء ولا لا كويس. لا خلاف، لا خلاف أبدا إن الكاتب بيعطيني عمل وأنا يعني أجلس معاه ويبقى عندي رؤية خاصة، وجهة نظر خاصة. بالعكس أنا عايز أحذف السطر ده أوكي، عايز أضيف السطر ده أوكي، بدام في صالح العمل مفيش أي اختلاف. ممتاز. طب خلينا نتكلم عن أنه يعني أنا حابة أخذها بشكل عام أو بشكل خاص أكثر عن المخرج. هل أنت مثلا تلاحظ أنه المخرجين المتواجدين، خلينا نتكلم في الساحة السعودية أو في مصر، خلينا نتكلم هل هم فعلا يركزوا على أنه يكون هو متخصص أو هو دارس؟ لا لا لا، أو تكون جاية من الممارسة، أنك أنت تكون مارست الشيء هذا. يعني أنا ما شاء الله قاعد أشوف في ناس يكون فني إضاءة، من فني إضاءة مصور، من مصور صار مخرج. قصدك أنه هو مشي بمراحل؟ أها. هقول لك حاجة، ما فيش مرة وأنا بصور مثلا فيلم أو باخد شوت أو باخد كدر وافتكرت الكتاب اللي أنا كنت بدرس فيه وفتحته وقلت الكادر ده هيتاخد إزاي. الشغل العملي بيدي للواحد خبرة كبيرة جدا. الشغل الأكاديمي حاجة والتطبيق العملي حاجة تانية. ممتاز. التطبيق العملي بيدي الواحد خبرة كبيرة جدا، يعني بتختلف تماما عن الشغل الأكاديمي والدراسة وكل اللي احنا بندرسه في الإعلام بشكل عام. طبعا أكبر مدرسة للتعليم بصرف النظر انه يمر بالمراحل دي ولا لا. في مخرجين كتير اشتغل مخرج على طول، في مخرجين كتير بيشتغل مثلا 3-4 سنوات مساعد مخرج الأول عشان يوصل انه يبقى مخرج. فهي المسألة بتعتمد على الشخص نفسه. يعني في مخرجين كتير جدا بدأوا مخرجين، هو عنده الملكة إنه هو فعلا يشتغل مخرج وعنده القدرة إنه يقدم فن وإبداع. فهنا المسألة يعني ترجع لرؤية المخرج نفسه، رؤية المخرج وخبرته وحبه للشغل. يعني أنا حابب الشغل ده أكيد هبدع فيه. طبعا هو ما حيبدأ مثلا إنه طوال يتخرج أو مثلا إنه يكون الحياة في مخرجين عن لسه ما خلصوش دراسة. طيب هل هم مثلا يحسوا انه اذا بدينا اول شيء لازم نبدا باشياء بسيطه مثلا فيلم وثائقي، مثل اعلان بسيط ابدا في فكره المسلسلات والافلام؟ لازم لازم. يعني انا هقول حاجه مهمه جدا، ودي نصيحه متواضعه لكل الناس. بوابه الاعمال الكبيره خاصه السينما هي البداية بأفلام قصيرة. بوابة كل مخرج يبدأ يعمل أفلام قصيرة، عنده فكرة يصورها، عنده. ودلوقتي طبعا موضوع التصوير يعني دلوقتي ممكن واحد يعمل فكرة كاملة بالموبايل يصورها ويخرجها بس الفكرة. الفكرة هي النبتة الأولى في صرح بناء العمل الدرامي. يعني أهم حاجة في الفيلم أو أهم حاجة في الإعلان أو أهم حاجة في أي حاجة نبغى نصورها أن تكون الفكرة أو الهدف من العمل نفسه. الفكرة لازم الفكرة تكون مميزة، حاسس أن هي هتعمل إضافة جديدة، والأهم من ده كله أنه هو يقدمها بروح جديدة فيها إبداع، فيها فن، فيها روح جديدة في كل حاجة. ممتاز. طيب لو نجي نتكلم عن صناعة الفيلم، أو خلينا نتكلم عن صناعة، أو خلينا نقول مراحل اللي نبدأ فيها في فكرة أنه أنا بسوي لي فيلم، أو خلينا نقول إعلان أو أشياء بسيطة زي كده. الفكرة عندي طبعا هي زي ما أنا قلت هي النبتة الأولى في صرح بناء العمل الدرامي. الفكرة دي بتتحول إلى سيناريو، والسيناريو ده المخرج بيحوله إلى صورة يشوفها المشاهد. بعد كده تيجي مرحلة التجهيز. التجهيز ده بينقسم إلى قسمين، قسم فني وقسم مالي. القسم الفني ان المخرج بيبدا يختار الممثلين وبيبدا يختار فريق العمل والطاقم الفني من كاميرات الى عدسات الى اضاءه الى صوت، كل الطاقم الفني. القسم الثاني اللي هو المالي اللي هو الميزانيه. ميزانيه الفيلم كم بيكلف الفيلم، ويبدا نبدا في تجهيز الميزانيه. المرحله اللي هي مرحله التنفيذ، خلاص هنبدا نصور.
ممتاز. المرحلة اللي بعدها مرحلة المونتاج، خلاص احنا صورنا هندخل editing. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التوزيع للعمل. العمل اللي أنا عملته ده عايزه سينما، عمل تلفزيوني، هل أنا عامله لليوتيوب، يعني أي وسيلة من وسائل النشر. يمكن إذا كانت لليوتيوب تكون هي أسهل بالنسبة لكم. والله اليوتيوب أصبح قادم على مرحلة يعني هتغطي تماما على السينما والتي في. يعني أنت برأيكم أنه بعد يحتاج إلى اهتمام وضبط الكواليتي وجودة العمل ومتاح لأي حد. بس طبعا زي ما حضرتك قلتي، جودة العمل، الفكرة المميزة مع تنفيذ بروح مختلفة وفن وإبداع، خلاص. يعني هذه أهم حاجة. طب نرجع ونتكلم عن اختيارك للكاميرات مثلا. أنت تقول أنا أبغى أسوي لي مثلا إعلام بسيط، أو خلينا نقول فيلم وثائقي بسيط. طبعا الفيلم الوثائقي ما أتوقع أنه يكون سهل، يكون صعب، لأنك أنت يعني أنت قاعدة تحاول أنك تجمع كم هائل من المعلومات عن المكان هذا بثواني ودقائق معدودة. إذا كان العمل يتطلب إلى جودة عالية زي أفلام السينما مثلا، طبعا لازم يتصور بكاميرات معينة، كاميرا الريد، كاميرا الإليكسا. أما أنا لو مثلا ممكن لو بصور فيلم وثائقي ممكن أستخدم الكانون 5D، ممكن السوني، ممكن ففي كاميرات ممكن أستخدم بيها العمل ويطلع بالشكل المناسب. لكن إذا عمل كبير زي أفلام السينما ليها كاميرات مخصصة بيها، صعب أن أنا أخرج أو أصور فيلم سينما بكاميرات عادية. طبعا وأكيد أنه الكاميرات السينمائية تكون دقتها أقوى أكيد. وأعلى. طبعا نستأذنك أنه نطلع فاصل ونرجع نكمل. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من جديد، ورجعنا لضيفنا. طبعا كنا قاعدين نتكلم انه جدا شيء صعب انك تشتغل في فكره الافلام الوثائقيه وتسوي اعلانات هذه، لانك انت قاعد تحاول تجمع الفكره ب يعني ثواني معدوده. بما انه تكلمت عن هذا الموضوع، ودي نطلع احنا والمشاهدين نشوف جزء بسيط من خلف الكواليس لبعض الـ 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 الافلام الوثائقيه اللي انتم عملتوها، وكيف روح التعاون اللي موجوده معهم. نطلع احنا وياكم نشوف المقطع ونرجع لكم. يعني فعلا روح جميلة وروح حماسية جدا يعني رائعة. طب نبغى نتكلم عن هذا الـ 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 خلف الكواليس اللي شفناها. أبغاك تتكلم لي عن هذا المقطع شوي. ده فيلم وثائقي لجامعة رياض العلم، عامله قريب جدا. وطبعا خلف الكواليس دي بيحصل فيها حاجات كتير جدا، ومن أهمها مثلا أهمها يعني بتحصل حاجات غير متوقعة. مشاكل التصوير، المصور اتأخر، المعدة مش جاهزة، حاجات كده دايما بتقابلنا في الشغل. ولكن هو ده آخر أعمالي عملته لجامعة رياض العلم. الفيلم أنا اللي كاتب السيناريو بتاعه، يعني سيناريو وإخراج. ممتاز. وكان الحمد لله عمل توفقت فيه جدا، وكان الحمد لله يعني كويس. ايش اكثر شيء او ايش اكثر شيء مثلا من الصعوبات اللي كانت تواجهكم مثلا في عمل اي فيلم انت تسويه؟ احيانا بنبقى مرتبين على حاجه معينه، من مصورين الى معدات، تجهيزات خاصه بالاوردر نفسه. فيحصل دروب مثلا، المصور يحصل له ظرف ما يجيش، ممكن المعده يكون فيها شيء، ممكن الكاميرا، يعني الحاجات الفنية بشكل عام ديت لما بتحصل معانا بصراحة بتبقى مشكلة كبيرة جدا وتعوق أي عمل. فدي من أكتر المشاكل اللي احنا بنواجهها في أي عمل.
طب اكثر يعني خلينا نقول انه اكثر المشاكل اللي انتم تواجهكم كيف تقدروا تحلوها، او الدروب هذا اللي قاعد يصير كيف تقدروا تحلوه بطريقه انه اهم شيء شغلنا لا يوقف؟ احيانا يعني في مره حصل ظرف ان احنا كنا بنصور فيلم وثائقي والمصور حصل له ظرف، طيب احنا لازم نبدا ريك، لازم نسجل، نبدا يعني اللوكيشن جاهز ولازم نبدا تصوير. طب نعمل ايه؟ انا مسكت الكاميرا وصورت. فده شيء يعني ما ينفعش ان يحصل دروب او مشكله، الا اذا كانت المشكله ممكن توقف كل اللوكيشن وتخرب علينا تصوير اليوم كامل. وده يعني الحمد لله ما حصلش خالص يعني. طيب الفيلم الوثائقي كم بيكون مدته بشكل عام؟ يعني المفروض انه يكون الفيلم الوثائقي، والله الافلام الوثائقيه زمان كانت بتتراوح من 10 الى 15 دقيقه. حاليا الناس دلوقتي لما بتشوف فيلم 5 دقائق بتزهق، تمل جدا. فدلوقتي بقينا نعمل الفيلم الوثائقي من 3 إلى 4 دقائق. تقدروا تخلوها مثلا تضغطوها بشكل اكثر؟ بنقدر نكتب في السيناريو اهم التفاصيل واهم الحاجات اللي احنا عايزين نبرزها في الفيلم. لان فعلا المشاهد ما بقاش يقدر يشوف فيلم ربع ساعه وعشر دقائق، ده حقيقي يعني. طب لو جينا نتكلم انه هذا الفيلم الوثائقي مدته 3 دقائق، طب انتم فعليا بالشغله اللي انتم قاعد مثلا في التصوير بغض النظر عن المونتاج، لو قلنا نتكلم عن تصوير، كم ياخذ منكم من يوم او كم ياخذ منكم من ساعه؟ الناس بتشوف الثلاث دقائق هذه، الناس بتشوف الثلاث دقائق بيكونوا تصوير اسبوع. على حسب يعني، انا لو عايز الفيلم يطلع بتقنيه معينه وبرؤيه معينه ممكن ياخد اسبوع تصوير، ولو الرؤية يعني على حسب الفيلم نفسه ممكن 3 أيام تصوير أو 4 أيام تصوير. طبعا بياخد وقت، بياخد مجهود وبياخد تعب، ما فيش حاجة كده بتطلع للمشاهد إلا وإذا فيها تعب. وبعد المجهود لو جينا نتكلم عن المونتاج، أكيد أنت تكون قاعد معاهم علشان تمنتجوا الأشياء هذه. مرحلة الإديتنج المرحلة الأولى طبعا المونتير بيبدأ يجهز المادة اللي اتصورت مع الفويس اوفر، مع الخلفية الموسيقية، مع الافكتس، مع كل الاشياء المطلوبة. بعد كده بعد ما يعمل مونتاج اولي للعمل ببدأ انا اقعد معاه ونعمل مراجعة لحد ما نوصل لافضل صورة للفيلم. عاد انت الله يعينكم بفكره انك انت تقص من هنا وتركب هنا، كيف انه الحركه الفلانيه والاشياء الفلانيه، خاصه في المسلسلات والافلام. تكلمنا عن هذه عن العمل والكواليس، ودي نطلع نشوف المقطع بعد التجهيزات وبعد ما انتم قعدتوا فيه وقت طويل، نطلع نشوف المشهد ونرجع. اعزائي المشاهدين خلينا نشوف احنا وياكم الابداعات اللي ابدعوها بعد يمكن فتره طويله وتعب وعناء طويل. شهدت مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية نمواً واضح المعالم، أنار دروب العلم والمعرفة برعاية قادة هذه البلاد المباركة بحرص واهتمام على نشر التعليم منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. انطلاقاً من ذلك تأسست كلية الرياض لطب الأسنان والصيدلة في عام 1422 للهجرة، ومن ثم تحولت إلى كليات الرياض لطب الأسنان في عام 1428 للهجرة، وتعتبر أول مؤسسة أهلية للتعليم في المجال الصحي. يعطيكم ألف عافية، يعني أنه قدرتوا أنكم أشياء بسيطة يعني خلينا نقولكم فعلا قدرتوا تأخذوها. هذه تقريبا يمكن جزء بسيط، يمكن هو عبارة عن 3 دقائق تقريبا أو 4 دقائق. هو 4 دقائق وتصور في 4 أيام، يعني 4 دقائق وأربع أيام. يعني إيش السبب اللي يخليكم تتأخروا كذا؟ طبعا كل يوم بنصور حاجة معينة في السيناريو، أنا بكتب السيناريو وبرتب جدول التصوير. وبنزل كل يوم أصور. طبعا مش كل اللوكيشنز بتكون جاهزة، طبعا دي جامعة كبيرة وعلى حسب ترتيب التصوير وعلى حسب جدول التصوير في معوقات، ممكن مثلا أبقى رايح أصور بكرة معمل معين في الجامعة يبقى في ظرف، يبقى في مش جاهز، بضطر أجل التصوير لليوم اللي بعده.
ففي حاجات بتعوق التصوير، وفي نفس الوقت انا ببقى حريص ان انا اطلع عمل باحسن شكل ممكن. لذلك انا بحب جدا ان انا اصور اعمالي بشكل عام بهدوء، احب ان انا اقدم العمل للناس بشكل فيه فن وابداع. طب تكلمنا عن الافلام الوثائقيه، واكيد انه يمكن فيها صعوبه اكثر من الاعلانات البسيطه. أكيد. ولا حتى الاعلانات تكون فيها صعوبه نوعا ما؟ كل حاجه صعبه، مفيش حاجه سهله. وايش الصعوبه اللي فيها تكون؟ انا لما يبقى عندي فكره وعايز اترجمها لصوره ليها كذا طريقه، لازم ابقى مختلف في تقديم الفكره، لازم يبقى في روح جديده في تقديم الفكره، لازم يبقى في ابداع، لازم المشاهد يلمس حاجه جديده، لازم لما عماد يقدم حاجه يقدمها بشكل مختلف وبشكل جديد وبروح جديده المشاهد يحس ده. فهي الصعوبه مش في ان انا، سهل جدا ان انا اصور اي فكره او فيلم او اعلان سريع والعمل يخلص ويتمنتج ويتسلم للعميل، كل الامور دي انا ما ينفعش اشتغل بيها. هذه الاشياء المهمه انك انت تكون قاعد تشتغل حرصا على ان انا اقدم عمل مميز. طب الافكار هذه من وين انتم تجيبوها بالعاده؟ احيانا بعض، طبعا ما فيش عمل فردي، كل الاعمال متكامله، فريق عمل. لو في نجاح لعمل، مش عماد بس هو سبب النجاح العمل ده، كل فرد في الطاقم الفني ليه دوره وليه سبب في نجاح العمل ده. ممتاز. طب من الـ الجروبات اللي معاكم انت، او خلينا نقول فريق العمل اللي موجود معك، عبارة عن من ومن؟ وتحس هل انت لازم اختيار فكرة انه انا يكون عندي مصور انا يعني متعود عليه وكثير كنت انا وياه في شغل، هل هذا يكون جدا مهم؟ اكيد مهم جدا، لان المصور انا لمست ده في شغل كتير ليا، وبحس ان المصور والمخرج لما يحصل توافق بينهم ده بيصب في صالح العمل. يعني ببقى فاهم انا عايز اخد اصور الكادر ازاي، ببقى فاهم الطريقه اللي انا عايز اشتغل بيها. ولما يبقى المصور او فريق العمل بشكل عام فاهم طريقه شغلي، ده بيريحني وبيريحهم وبيصب في صالح العمل. طب في حاجه انا ودي اعرفها، فكره انه الحين في الافلام او في المسلسلات تبدا التقطيع، فكره انه اقطع من المشهد الفلاني وادخل في المشهد الثاني، ودي اعرف القواعد في قطع المشاهد هذه. هنا انا لما بروح اصور العمل ببقى ماشي على السيناريو. السيناريو ده مجموعه من المشاهد، في دي 1 دي 2 دي 3 على حسب ما انا بصور المشاهد الخاصة بالسيناريو. التقطيع ده طبعا بيرجع للسكريبت نفسه، للسيناريو. يعني أنا لما بصور المادة وأقعد أقطع، طبعا بختار الأفضل. يعني أنا ممكن أصور أعمل ريك 1 ريك 2 يعني كذا، أصور كذا مرة، تمام، اللقطة باخدها أكتر من مرة. في المونتاج طبعا لازم أختار الأفضل. وموضوع التقطيع ده طبعا احنا بنمشي على تسلسل السيناريو. فاحنا بنقطع لقطات بناء على السيناريو اللي مكتوب. ممتاز. يعني هي تكون موجوده يعني مكتوبه وجاهزه. كنت دائما اقول يعني احس في جدا تعب على المخرج يوم انه يقول ستوب ويلا ويبدا المقطع الثاني، كيف يقدروا يجمعوا انه شخص قاعد في البيت وفجاه بطريقه حلوه يدخلوا انه في شخص مثلا في السياره. ايه احنا صورناه في البيت خلاص، كات، بيكون في لوكيشن عنده، بنصور اللقطه عنده في البيت، وبعد كده بنروح نصور اللقطه الثانيه وهو ماشي، وهو في الشارع، وهو في السياره، ومن هنا بنبدا نجمع اللقطات بناء على السيناريو. اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من جديد. طبعا كنا قاعدين نتكلم على فكرة انه الافلام والقصص اللي تكون بعض الاحيان يمكن تكون القصة من نسج الخيال، او يمكن تكون الرواية، يمكن الرواية تجي اكثر من 60 صفحة. لكن فعلا كيف انه يقدر الكاتب والمخرج انه يحولوا هذه الرواية والقصة هذه الى فيلم او الى مسلسل؟ اولا الرواية
غير القصة. الرواية عدد صفحاتها كبير جدا، يعني بيتراوح من 700-800، يعني أحيانا بيكون أكثر، يعني في روايات بتكون 700 صفحة 800 صفحة على حسب الرواية نفسها. أما القصة بتكون مكتوبة للفيلم 120 صفحة، ففي فرق بين الرواية والقصة. تحويل رواية إلى فيلم سينمائي ده طبعا بيتطلب إن إحنا بنقرأ 700 صفحة أو الرواية كاملة عشان نقدر ناخد منهم 120 صفحة اللي هيتعملوا فيلم. وهنا في مخاطرة كبيرة جدا، إن الرواية شيء طبيعي الناس قرتها، ممكن الناس ممكن تبقى عجبت الناس، وممكن أنا لما أحولها الفيلم هنا 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 المخاطرة، ممكن أنا أقدمها بالصورة اللي ما ترضيش الناس، وممكن أقدمها بالصورة اللي المشاهد يشوفها إن هي فعلا مناسبة زي ما هو قراها بالظبط. يعني ممكن يكون المشاهد بيقرأ في الرواية وحبيبها جدا، لكن لما تتحول فيلم ما يحسهاش. هنا ده يعني هنا ده مجهود فريق العمل من مخرج إلى ممثلين إلى طاقم عمل كامل. يعني هذه ترجع للكاتب بالأساس ولا للمخرج أكثر شيء؟ المخرج هو دائما النظرة الإبداعية تكون من عند المخرج، لكن طبعا مستحيل إنه يعني خلينا نقول الكاتب والمخرج هم شيئين ما نقدر نستغني عن واحد أبداً منهم أبداً. أو رأي واحد منهم. التوافق بين الكاتب والمخرج بسبب نجاحات كبيرة لأعمال كتير جدا، يعني في أعمال كتير ناجحة ومعروفة، السبب الرئيسي فيها ان في توافق بين الكاتب والمخرج. الرواية لما تتحول لفيلم هنا طبعا لازم المخرج بيقعد مع الكاتب وبيكون طبعا في توافق بينهم وبين بعض، هنحذف ايه. رواية مكتوبة 700-800 صفحة هتتحول ل 120 صفحة، فلازم يبقى في اجتماعات مكثفة، لازم يبقى في توافق بين المخرج والكاتب الى ان تتحول الرواية إلى فيلم سينمائي. طب أنت بالنسبة لك أنه كفيلم سينمائي بتحسها أنه هي أسهل، ولا فكرة مسلسل عبارة عن 30 حلقة تكون أسهل؟ أنا رأيي الشخصي فيلم سينمائي. مع أنه الفيلم السينمائي يمكن يكون المعلومات فيها يعني زي ما قلت ساعة ونص، وانت قاعد تاخذ مثلا أهم الأحداث اللي صارت في ساعة ونص، وكيف أنت مثلا تشد المشاهد لك. هنا الفرق في يعني الموضوع ده اللي بيحسمه إبداع المخرج وإخراج العمل برؤيته. أنا لما يعني أخرج رواية والرواية ديت أنا عارف إن كل الناس بتحبها وكل الناس بتقراها وناجحة جدا ومعروفة، أنا لما أجي أحولها لفيلم سينمائي دي مخاطرة عليا أنا، لأن أنا ممكن أطلعها بشكل ما ترضيش المشاهد اللي هو حابب الرواية دي بالفعل وبيقراها. فهنا دي مخاطر، كل ال 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 الهيدك ده بيكون على المخرج. وزي ما قلنا انه في اختلاف جدا كبير ما بين الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي. طب ودي زي ما ذكرنا انه اعرف الفرق ما بينهم هما الاثنين. الفيلم الوثائقي ان كل حاجه قدام الكاميرا حقيقيه، احنا بنوثق شيء حقيقي بالفعل. اما الفيلم الروائي ده قصه، كل حاجه قدام الكاميرا تمثيل، ففي فرق كبير بين الاثنين. بس طبعا الـ 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 القصة اللي كل حاجة قدام الكاميرا فيها تمثيل طبعا بتحتاج مجهود كبير جدا من طاقم العمل، مفيش نجاح فردي. علشان الـ الـ المشاهد يعني في أفلام بنشوفها بنحس إنها حقيقي لأن أنا كمشاهد بحسها. في أفلام وثائقية تكون جاية من نسج الخيال أو طبعاً. تكون مثلا أفلام وثائقية تتكلم عن قصص قديمة أكيد، وفي أفلام سينما وده معروف جدا، أفلام عالمية وأفلام برضو عربية بتكون مأخوذة من الواقع بالفعل. طب لو نجي نتكلم عن الأفلام العالمية والأفلام اللي عطت يمكن صدى جدا كبير في السنوات الماضية، يمكن حتى ما كان في أيامها فكرة أنه يعني الحين كل ما نتطور كل ما صار في عندنا نظرة مختلفة للإخراج. يمكن المسلسلات اللي نشوفها من خلينا نقول 10 سنوات إذا شفتها الحين تقول يا الله إيش الإخراج هذا، لكن فرق يوم نشوف الأفلام الأجنبية نحس أنه الأفلام فعلا
يوم قالوا إن هم حطوا المبالغ الكبيرة تقول فعلا يساهل الأفلام هذه. أنا ودي تحكي لي عن بعض الأفلام فعلا اللي أنت نظرتك كمخرج حسيت إنه هذا الفيلم كان من أروع الأفلام ويمكن المفروض إن أي مخرج يتعلم منهم. أنا هتكلم عن مخرج أنا بعتبره من أذكى المخرجين في العالم. ومن وجهة نظري الخاصة المخرج جيمس كاميرون ده مخرج يدرس. طبعا عن في أفلام كتيرة أنا بحبها وبحس إنها مدرسة كبيرة لأي مخرج، ولكن المخرج ده بشكل خاص من المخرجين اللي بيتعاملوا مع يعني مش من هواة وجود أبطال في أفلامه. بطل الفيلم عنده هو هي الصورة، يعني مثلا في فيلم تايتانيك لما عمل فيلم تايتانيك كان بطل الفيلم عنده هي الصورة الجرافيك. شركات الإنتاج طبعا تفكيرها بيزنس، فطبعا قالوا له احنا عايزين نجم من الصف الأول هو اللي يعمل فيلم تايتانيك. كانت رؤيته غير كده تماما. يعني قال لشركة الإنتاج، هو بالفعل تواصل مع نجم من نجوم الصف الأول عشان يعمل فيلم تايتانيك، فلقي إن النجم ده واخد ربع ميزانية الفيلم. ممتاز. قال لشركة الإنتاج لا، أنا عايز كل ميزانية الفيلم في الجرافيك. أبطال أعمال المخرج جيمس كاميرون هي الصورة. في فيلم أفاتار لما كان عايز يعمل أفاتار، فيلم تايتانيك طبعا اتعمل سنة 1997، فيلم أفاتار كان جاهز بعد فيلم تايتانيك. قابل نفس المشكلة، لكن هما قدروا انه بشطارتهم ان يصنعوا من الممثل العادي نجم. هو ده اللي انا بعتبره من يعني ذكاء كبير جدا في جيمس كاميرون. لما عمل أفاتار نفس القصة، شركة الإنتاج اللي عملت أفاتار قالوا له احنا عايزين نجم من الصف الأول، قال لهم لا، انا عايز كل ميزانية الفيلم في الجرافيك والصورة. أبطال فيلم أفلام جيمس كاميرون هو الجرافيك والصورة. ما بيعتمدش على النجوم ولا اختيار ممثلين من الصف الأول. يعني هذه فكرة الممثلين وفكرة انه هذا بطل وهذا فكرة انه انا عايز اتكلم في نقطة الممثلين اللي من الصف الاول واختيارنا دايما للممثلين. الممثلين اللي من الصف الاول اوكي لازم يبقى عملي فيه نجم اوكي، بس لازم ان احنا نعمل الشباب الموهوب، في شباب موهوب كتير جدا محتاج فرصة. ما فيش عمل من غير شباب، ما فيش عمل من غير، زي ما احنا بنعمل بنهتم جدا للادوار الرئيسيه للنجوم الصف الاول، برضو لازم نهتم بالادوار الصغيره الخاصه بالشباب الموهوب. ما فيش عمل فردي، لازم يكون في تواجد للشباب، في شباب موهوب جدا 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 ومحتاج محتاج فرصه. فكرة الأفلام وفكرة أنه تكلمنا عن فكرة صناعة الأفلام برا، أغلب الأفلام اللي قاعد نشوفها تكون كلها يعني لا في لوكيشن ولا في أي شيء، في استوديو ويبدأوا يشتغلوا كروما. طبعا التقنية لها دور، التقنية، الكاميرات، الجرافيك على مستوى عالي جدا. الفيلم كله ممكن يتصور في فعلا في لوكيشن عبارة عن غرفة. تيجي انت تشوف الفيلم تلاقي ان انت دخلتي عالم تاني. طبعا التقنية لها دور. طب ليش تكلفهم المبالغ الكبيرة هذه وهي عبارة عن برومو عادي يعني؟ لا لا لا، هي مش برومو عادي، هي متصورة في لوكيشن وكروما، ولكن في كاميرات بتقنية خاصة، في لوكيشن بيتصور. طبعا لازم تصوير اللوكيشن يكون متوافق مع تصوير اللقطات اللي بتتصور داخل اللوكيشن اللي في كروما. عملية حسابية وترتيبات بتحتاج تقنية، بتحتاج طبعا فن وإبداع. احنا بنعمل صناعة فيها فن وإبداع. فطبعا الأفلام الأجنبية تختلف تماما عن أفلامنا. عندهم الإمكانيات وعندهم التقنية. طب وإحنا بعد عندنا هنا في عندنا الإمكانيات وعندنا التقنية، إن شاء الله إيش اللي ينقصنا يعني؟ إن شاء الله ده اللي جاي الفترة الجاية. أنا بجهز أفلام إن شاء الله هيبقى فيها نفس التقنية.
وإن شاء الله بالعكس الوطن العربي بشكل عام في ناس محترفين جدا جدا، وفي ناس تقدر تطلع أفلام بنفس صورة أفلام هوليوود، ويمكن إن شاء الله نقول على أفضل، إن شاء الله بيكون، إن شاء الله وهذه ما شاء الله الحين بدأت السينما تفتح أبوابها للمخرجين والكتاب والممثلين. أستاذ عماد يعطيك ألف عافية لتواجدك معنا لليوم، وشكرا على المعلومات الجميلة اللي أعطتنا إياها. أهلا نتمنى بيكي. لكم إن شاء الله يا رب التوفيق. أهلا بيك وبشكرك وبشكر السادة المشاهدين. الله يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، إن شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة وموضوع جديد، وإلى اللقاء.